جديد مصحة الأخوين بالصويرة. هذه المؤسسة الاستشفائية تعزز خدماتها بمعدات وتجهيزات حديثة وجد متطورة، رافعة بذلك التحدي باعتمادها أجهزة متطورة كجهاز سكانير الذي أصبح متوفرا لإجراء الفحوصات والكشف عن الحالات المرضية التي يصعب تشخيصها أحيانا بشكل مبكر، حيث اقتنت المصحة جهاز سكانير الحديث من نوع سيمنز جو أب. هذا الجهاز يتصف بمواصفات عالية الدقة، حيث يعتبر من الأجهزة القابلة للمسح الكلي بالأشعة التي تصل إلى 200 سنتيمتر، ويمكن أن يتسع أيضا إلى 307 سنتيمتر بالنسبة لمرضى السمنة. وبذلك يكون هذا الجهاز وسيلة جديدة صممت بمواصفات عالية الدقة للتشخيص. وقد أصبحت مصحة الأخوين تتوفر على جهاز الماموغرافي الخاص بالكشف عن سرطان الثدي وجهاز الراديو للكشف عن أمراض الصدر والكسور. كل هذه الأجهزة الجديدة والمتطورة يسهر عليها طاقم طبي وتمريضي والآخر تقني بجناح خصص للفحص بالأشعة، بداية من الاستقبال ثم التشخيص مع إجراء التحاليل الطبية والفحص بالأشعة إلى ظهور النتائج النهائية للفحص، كل ذلك بدقة عالية وفي حيز زمني قياسي. وتجدر الإشارة إلى أن مصحة الأخوين بالصويرة ومنذ افتتاحها تقدم خدمات متعددة التخصصات، لاعبة دورا مهما في علاج المرضى وتعزيز العناية بهم، مرتكزة في ذلك على طاقم طبي كفء ومتمرس.